أن تكون نار النور ونار ونار الإسلام إن شاء الله الداعية إلى الخير. مولانا أولا أهلا وسهلا بك في الشريعة والحياة. مرحبا. عليكم السلام والرضوان. يا سيدي، دولة المصطفى في المدينة، عندما نطلق عليها دولة ونقول أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان زعيما وكان قائدا، هل نحن نستخدم تعبيرا مجازيا أم كان ثمة جانب دولتي واضح في حياته صلى الله عليه وسلم أريد لنا بعد ذلك أن نتأسى به فيه؟ العهد المكي من رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالطبع ينشر رأيا بدأ غريبا بين الناس، لأن الدولة لابد أن تكون لها قاعدة من الشعب كما نعرفها اليوم. وهاجر بعد ذلك من مكة وانضم إليه المهاجرون، واتبعهم بعد ذلك بإحسان آخرون، وقامت الدولة النصف الأخيرة وأقل من النصف بالطبع من حياته. والدولة قائمة على نظرية التوحيد، الديانات كلها هكذا، أن الحياة كلها لله، وعقلا بالطبع لا يمكن لله أن يكون في زاوية مسجد ولا يكون في ميدان حرب ولا في ديوان سلطان ولا في سوق. أصلا كل الديانات بدأت هكذا توحيدية للحياة كلها لله. كان لله حكمة، فحكمته ليست أن يعلمنا كيف نصلي، ولكن يعلمنا كذلك كيف نسوس أمورنا وكيف ندير اقتصادنا وكل الحياة، فهو خبير بصير حكيم، وهو كذلك يعلو علينا ولا يمكن أن نتعالى عليه في بعض حياتنا ثم نقدسه ببعضها، فهذا ليس من المنطق في شيء. وهكذا كانت طبع اليهودية الشريعة، قامت الدولة هكذا. والنصرانية نفسها إنما انضافت إليها لتعالج بعض الأمراض التي تطرو على الدين في بعد أن تدخل عليه داخلة الفتنة السياسية. وكذلك جاء القرآن بالطبع يخاطب الرسول أحيانا حتى في المدينة خطاب الداعية والمنذر والمبشر، ويخاطب أحيانا خطاب الحاكم يسوس حربا أو سلاما مع آخرين، أو يقوم قاضيا وحاكما بين الناس، أو يأخذ في أموالهم العامة حق الزكاة، أو يقف الربا، وهكذا. وحياته كلها هكذا كانت، يعني لا معنى لأن نبحث عن أحاديث صغيرة أنه لا بد من بيعة لأمير ولا لا يكون الناس فوضى. حياته كلها السنة، كل الحياة هكذا كانت أن تكون دولة. طيب، نعود إن شاء الله لمواصلة هذا الحوار بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصلة هذا الحوار، فابقوا معنا. ما هي أسباب التوتر بين العراق وجامعة الدول العربية؟ هل تتواطأ الجامعة مع بعض الدول ضد العراق؟ الحلقة من برنامج الشريعة والحياة، والتي نتحاور فيها مع الدكتور حسن عبد الله الترابي المفكر الإسلامي المشهور، حول فكرة الدولة الإسلامية، وإن كان في الإسلام دولة أساسا أم لا. دكتور، تكلمت عنها وكأنها مسلمة في، وأنا شخصيا يعني أعتقد بأنها مسلمة، ولكن في القرن الماضي في يعني 100 عام تقريبا، والفكر العربي يشكك في هذا الدمج بين الفكر السياسي والفكر الديني، وما زالت بقايا لهذه الدعوات نسمعها بين الفين الأخرى عن حركات وأحزاب كبيرة ولا بأس بها في الساحة العربية. هذه هي سنة تطرأ على تاريخ كل الديانات. النصرانية بالطبع دخلت، وبالرغم من أنها تعرضت لكثير من الاضطهاد من الرومان، ولكن أخيرا تبنتها مع قسطنطين وغيره وتوحدت، ولكن بدأ يقع الصراع الذي انتهى بها إلى ما انتهت إليه. تفجرت الإمبراطورية الرومانية إقليميا، والوحدة الفكرية كذلك أصبحت ملنا ونحلا وصراعات دينية. ومن بعد ذلك جاء عامة الناس، لأن أهل الكنيسة كذلك تحالفوا مع عدائهم، فقاموا على الكنيسة بالثورة الفرنسية والثورات كذلك التي حصلت، الإصلاح الديني، وجاءهم
نفحة من الفكر الإسلامي الذي فتحهم ألا يطرحهم الكنيسة، لأنهم لا يجدون دينا إلا الكنيسة، ولذلك خرجوا تماما. والمرأة هناك كانت صريحة، كان كفرا بواحا وفصاما براحا صراحا. عندنا في الإسلام الخلافة الراشدة كانت بنية الدولة بنية إسلامية، الناس كما يقول الله بالشورى يقومون، وعلى حرية وتوالى فيها الناس طوعا، وتلتزم كذلك بأحكام الشريعة هديا في حياتها. ولكن اتسعت الدولة الإسلامية جدا، ودخلتها أقوام، وبدأت تنبعث فيها كذلك تقاليد قديمة جاهلية، وقعت الفتنة الكبرى كما تعلم. فأصبحت الخلافة ليست خلافة الراشدة على بنية الإسلام، هي الدولة لا تبنى على بنية الإسلام، ولكنها تسوس سياستها على الإسلام. لكن مرغ منها الفقهاء، كلهم كانوا يعارضونها، من مالك إلى أبي حنيفة، البصري إلى الشافعي إلى أحمد بن حنبل، وخرج منها كذلك القراء هم يسمون الخوارج، وبدأت تتفلت حتى أصبحت رمزا، بدأ يحكمها قادمون من الشرق كما تعلم. فالدولة بدأت تنهار منذ زمان قديم. فهذا الذي حدث في القرن الماضي ليس إلا تتويجا للفصام الذي وقع. ويعني ليس بغريب أن يكون هذا ليس هو الفصام الوحيد. الاقتصاد كذلك خرج، الفن كذلك خرج من الدين، العلم كذلك للأشياء للطبيعة كان موحدا مع علم التنزيل والمنقول غير المعقول، ولكنه خرج كذلك. لكن دعنا نركز قليلا على فكرة الدولة، لأنه يعني حميمية علاقتها بحياة الناس. إذا كان في 14 ونقترب الآن من القرن 15 من تاريخ الإسلام، ويبدو أنه يعني لست الوحيد من مفكري الإسلام المعاصرين الذين يقرون بأن الإسلام دين ودولة، ولكنها لم تنجح عمليا في نموذجها الأمثل إلا في الفترة الراشدة. يعني كيف نستطيع أن نجزم إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حكم 10 سنوات فقط، الخلافة الراشدة ما عمرت أكثر من 30 عاما، ثم بعد ذلك قرون من الفشل السياسي، فشل الدولة، ثم كيف نصر بعد ذلك على أن كانت المثل عالية، إن الله سبحانه وتعالى رسم للناس النموذج وكان عاليا جدا بالنسبة لهذه الجماهير التي دفقت في الإسلام. ولذلك مضى الإسلام في العبادات وفي العلاقات الاجتماعية وفي كثير من جوانب الحياة، ولكنه في جوانب أخرى لم يصل إلى ذلك المثال، وليس ذلك بغريب. في أوروبا الغربية كذلك، الديمقراطية مثلا، حتى لما تنزل بها الوعي استغرقت الصراعات والتوترات والأزمات حتى تترسخ في قواعد الشعب، وحتى تقوم عليها البنى الديمقراطية الحقيقية، أحيانا قرونا منذ القرن 16 قرونا حتى بدأت هذه. فليس ذلك بغريب أن يكون المثل السياسية كانت أشد عسرا من عالم متسع كأمبراطورية الإسلام. كيف تدير الشورى ووسائل الاتصال ضعيفة، وكيف تحرك كل هذا الشعب بحريته ليتفكر ويتذكر ويكون آمر المعروف ونهي عن المنكر، وكلهم عوام والثقافة فيهم ضعيفة لتتلقى الدين. فليس ذلك بغريب يعني. بس يعني ألا تكفي كل هذه القرون لتنضيج فكرة سياسية؟ ما يعني أوروبا في نهاية المطاف صارعت، كان فيها أمية أشد مما عندنا. خلاصة التجربة انتهت إلى هذا النموذج الذي نحسدهم عليه، وكثير منا إسلاميين وغير إسلاميين يتوقون إلى درجة الحرية، درجة التفهم في التبادل السلمي على السلطة. لماذا فشلنا في 14 قرن في تطوير نظرية على الأقل؟ نعم، أولا لما فارق العمل وينفر والوجدان كذلك أن يبايع الله سبحانه وتعالى، وكذلك حتى الزكاة، مثلا الأموال العامة، منع الربا وفرض الزكاة، يخاطب المرأة أن يتطهر، وهكذا فكلها يتفاعل بعضها مع بعض. ولكن الفقهاء منذ القدم يعرفون أن للسلطان حدودا، وأن الشيء قد يكون حراما على الإنسان في وجدانه، وقد يكون عيبا في مجتمعه المؤمن، ولكن ليس للسلطان أن يبسط عليه سلطة أصلا، هي خارج. أنا هذا سؤالي تحديدا، يعني متى ينتهي سلطان العالم الفقيه ليبدأ سلطان السلطان؟
سلطان الملك، سلطان الأمير، سلطان الرئيس. الإشكالية الحاصلة الآن في نموذج مثل النموذج الإيراني، ولعله في السودان يعني لمستم شيئا من هذا وإن كان مش هذا مقصد حديثنا، أنه المرجع الأساس هل هو الأمة في ولاية الأمة ولا ولاية الفقيه؟ المرجع هي الأمة، ليس بذلك من شك. إن الله سبحانه وتعالى يقول أن الحكم كله بالشورى، إن الأمر شورى بينهم. تهيأوا لذلك منذ مكة وتأكد لهم في المدينة، شورى بين الناس. وكانت الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، هي التي تأمر ولا تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والله سبحانه وتعالى حتى في الطاعة يقول أن نطيع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم يخرجون من إجماعكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه أنتم يا أيها المؤمنين في جماعتكم لله والرسول، فأنتم مراقبون كذلك، وإليكم المرجع في الخلافيات. المرجع ليس إلى السلطة وحسبها، فالسلطة منهم والمرجع إليهم. والتعويل كله والخطاب في كل وظائف الحياة يكاد يكون كله يخاطب فيه المجتمع. بعض الوظائف يخاطب فيها السلطان ليستعمل السلطة لا الدعوة، ولكن يستعمل السلطة أيضا. لكن يعني خطاب الإسلاميين وأنت منهم ظاهره العام، يعني هذا قد يقول لك البعض أن هذا جديد في خطاب الدكتور حسن الترابي عن المجتمع. الخطاب الإسلامي العام يكبر من حجم الدولة. الطابع السياسي لو سئلت عن غالبية حركات الإسلام اليوم سيقول هي إسلام سياسي سلطة، ليس ثمة تلك العناية بتغيير المجتمع بالمعنى الحقيقي للتغيير. لعل الدولة غابت من الإسلام فالثغرة كانت قائمة، فلذلك عني الناس بأن يصوبوا على هذه الثغرة. وإذا جاءت الثغرة في بلد صوبوا كل همهم وكل أملهم عليها، ولدرجة أنهم أهملوا المجتمع. ولن تقوم دولة إسلامية بغير مجتمع، ولن تقوم دولة في الغرب ديمقراطية بغير مجتمع ديمقراطي. يقع الأمر، فالمرجع إلى المجتمع، لأنه هو والإيمان في قلوب المجتمع، المرجع إلى الله ولكن من خلال قلوب الناس. فكان التركيز هكذا. وثانيا غشيتنا غشيات من الاستعمار الذي تمكن فينا بالسلطان، والفكر الاشتراكي من بعد ذلك الذي يريد أن يقبض كل المال عند السلطة وكل السلطان عند السلطة ويحتكر كل شيء. فنحن لا نسلم كذلك من أن نتأثر بهذه الغاشيات. ولكن حتى الحضارات الحديثة كلها ترى أن المجتمع الأفضل والذي تقل فيه الحكومة وكلما فضى الحكم. ونحن عندنا في الإسلام كلما رشد المجتمع وأصبح فاضلا وظائف الدولة تصبح محدودة جدا. لما هذا يعني بيجرني لسؤال آخر له علاقة بالسؤال السابق. إذا نحن نرشد مع الزمن كإسلاميين كمفكرين كمجتمع، متى إذا تنتهي سلطة الفقيه لتبدأ سلطة السياسي الأقرب إلى الواقع؟ لأنه الفتوى عندما تخرج لها وقع ديني وطابع ديني وسلطة أخروية. يا أخي الكريم، أنا لا هذا الفقه، إن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في القرآن جميعا فيقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جميعا نتذكر ونتفقه. الفقه لا يخاطب به طائفة أصلا، يخاطب به المجتمع. فالتفقه هو الفهم العميق يخاطبنا به جميعا. لا يجوز أن نرد كما ردت المسيحية الدين إلى كنيسة ووقع الخصام بينها وبين المجتمع وبينها وبين النبلاء، فأصبح الصراع ثلاثيا بين أهل الدين وبين المجتمع العامة وبين الساسة. ولكن هنا الفقه نفسه فقه للناس، والإجماع إجماع الناس وليس بإجماع الفقهاء، والشورى وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، الشورى للناس. حتى الإمام نفسه ينبغي أن نكون يعني الخيار لنا، لأنه منا يعني أن يكون أيضا يعني لا أقول متخصصا في الدراسات النقلية، ولكن أن يكون متفقها بما حتى يؤهل لذلك ومؤتمنا كذلك. فالفقه حركة للحياة كلها، في الدولة وفي السلطان وفي المجتمع عند الأفراد، يتفاوت الناس فيها طبعا، نقول هذا أفضل من هذا. طيب أنا أسألك سؤال يعني قد يكون في باب التاريخي وليس التاريخي القديم.
طوال فترة السبعينات والجزء الأكبر من الثمانينات كان ثمت حالة يعني يمكن تسميتها بالشبق الإسلامي السياسي. كان الإسلام قاب قوسين أو أدنى من الحكم في مجموعة الدول العربية وإسلامية. فجأة مع بداية عقد التسعينات الأخير خبى هذا الصوت السياسي الإسلامي، والآن الناس تتحدث عن ما بعد الإسلاميين، حتى داخل بعض التيارات الإسلامية من يفكر الآن بمزيج بين الفكر الإسلامي كما عرفناه في الستينات والسبعينات العقائدي الطهوري وما بين طروحات أخرى خصوصا فيما يتعلق بالمسألة السياسية. الحمد لله خبت كذلك كل العقائد الأخرى الاشتراكية والقوميات التي كانت هنا في هذه الساحة تغشانا، ولكن أن تقوم قائمة الإسلام موحدا لكل الحياة اقتصادها، وهذا يهم الشعب حتى لا تتحول إلى مادية فقط نريد عاجل الحياة الدنيا، وأن تقوم الفنون كذلك، وأن تقوم العلوم كذلك، وأن تقوم الدولة كذلك والسياسة كذلك. هذه معركة حضارية تستدعي منا وقت طويلا، وقد نتعرض فيها لقومة ونزلة يعني لن نصعد هكذا اضطرادا يعني إلى علن. فأنا لا أعتبر تلك صدمة، يعني أعتبر أن نهضنا إلى الدولة حتى نحاول أن نمثل فيها كل نجسد فيها كل القيم، ولكن الآن تبين لنا أنه لا بد من أن تبنيها كذلك في الشعب لأنها تقوم على الشعب. سنعود للشعب وبناها من الشعب بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير يتخلله موجز من الأنباء، ثم نعود بعده لمواصلة هذا الحوار، فابقوا معنا.